الاتحاد انما مش قادرين يكملوا الهجمات، واحنا بنعدي 13 دقيقه تقريبا من احداث الشوط الاول، وطبقا النتيجه كما هي تعادل بدون اهداف في المواجهه. قلت لحضراتكم المهمه جدا في مسيره مارتينيول وجهازه الفني للتشبث بفارق النقاط 11 نقطه قبل مواجهه اليوم، بقوا 8 نقاط بعد فوز الزمالك على المحله. تتلعب الكوره عند صابر رحيل، لا هنشوف هيعمل ايه في الحته الهجوميه. رحيل على الارض العرضيه، رجب نبيل يطلع ويشيل من قدام مصطفى طلعت، يجيله محمد هلال ينقله الكره لقدام عند حسام عرفات اللي دخل لجوه كويس قوي. الهجمات المرتده 3 وارتد على طول 5 لعيبه بسبرنتات يقفلوا البدايه عند صابر رحيل. ملوده لعيب طبعا ملوش حل، ملوده عاوز يلعب بيمينه انما ياخد منها ضربه ركنيه. اول ما ظهر ملوده مع نادي وادي دجله ما كانش لسه الراجل بدا يندمج كده على طريقه اللعب والدوري المصري، انما فاق بعد لقاءين 3 وقدر يسجل 3 اهداف متتاليه. بعد كده صبحي ارتداد دفاعي جيد في وسط ملعبه يقدم خدماته مع زمايله، بينيه ايفونا مفيش رايه انما جامده، يطلع الحضري ويلم ورا الاثنين السردباكين ويطلع اماميه، انما عملوها لو حنينه شويه كان ايفونا ممكن يروح بشكل افضل. لعيبه وادي دجله بيلعبوا على خط واحد دلوقتي تسبب لهم مشاكل كتير لو ظبط كده في التمرير في النهايات سواء مؤمن او عبد الله السعيد او رمضان زي ما عملوا اللعبه لايفونا انما كانت جامده وهي خارجه من رجل رمضان صبحي. ادي حسام عرفات قدامنا، بدايته مع نادي المنصوره، انتقال لنادي الزمالك، لعب فتره البتروجيت حسام عرفات، انما يبقى واحد من اللعيبه اللي تقدر تحرك لك الدنيا من وسط الملعب للمناطق الهجوميه. رجب نبيل جاي من ورا لقدام عشان يلعب الفاول، ملوده يضم لجوه سيد سالم ويلعبها في العمق، انما احمد حجازي يطلع ويشيل. عبد الله السعيد من وسط ملعبه عند ايفونا اللي هرب من الثنائي رجب نبيل والعش، خدها لنفسه انما العدد قدام لسه قليل. تمريره مفيش رايه، رمضان والحضري يطلع تتلعب تاني، انما حجازي هو اللي يشيل ويطلع بدماغه. ايفونا نازل عند عاشور وعمرو السوليه مشيت معاه، انما العدد قليل قدام، هيعمل ايه ايفونا؟ ايفونا القطر الاهلاوي لو رفع عينه مش ممكن اللي فاتت. رمضان صبحي الناحيه الثانيه لو رفع عينه ايفونا كان رمضان هيروح هو والحضري وانفراد كامل، انما ايفونا اللي باصص في الارض كده مهم جدا في الكرات اللي انت رايح وبتلاقي حد بيضغط عليك بالعدد الكبير زي ما حصل في الهجمه الاخيره، انما يفقد الكره ايفونا وكان العدد برضه مش بالشكل المطلوب ان هم يكملوا الهجمه لان رمضان كان لسه رايح، راح قف مكان حلو قوي، انما اتقطعت من ايفونا ويبطل مدافعي نادي وادي دجله اهم هجمات الاهلي في الخمس دقائق اللي فاتوا. رامي ربيعه من المناطق الدفاعيه لاحمد فتحي، يبص لقدام عاوز يشيلها عند عمرو السوليه اللي بيزيد ويتحرر عمرو السوليه 10 متر كده من قدام حسام عاشور عشان يكمل مع الثلاثي مؤمن وعبد الله ورمضان. احمد فتحي يستلم من التمريره القصيره يفتح الملعب، انما الورا احمد حجازي بيضغطه كويس قوي. مصطفى طلعت بيجي جنبه ملوده وموجود معاهم محمد هلال وحسام عرفات، وقدام بيكمل دودو الجباس في المناطق الاماميه، محمد شريف مايل مع مصطفى جلال سواء على مستوى الاداء الدفاعي او الهجومي، انما ملتزم تكتيكيا مصطفى جلال بالحته اليمين الدفاعيه. ادي هو اللي بيقابل دلوقتي مصطفى جلال، ملعوبه الكره تاني على الارض، انما لسه جلال مع رمضان، ياخدها مصطفى، رمضان صبحي ورايح له مؤمن زكريا، ياخدها يا ولد يا لعيب، مؤمن عاوز يعمل عرضيه، مين اللي فتح له الناحيه الثانيه؟ يطلع الدفاع ويتعاملوا ويحلوا المشكله من قدام الحضري في هجمه كانت الكره هتروح، انما مؤمن خدها كويس قوي. عبد الله السعيد خطير، انما يقف قدام الكره رجب نبيل، وخطيره من عبد الله السعيد، هجمات للاهلاويه ودفاع وتكتلات بشريه للدجلاويه في كره من صبر رحيل عرضيه ممكن حلوه اللي فاتت في منتهى الجمال العرضيه ويقلبها بشكل في منتهى الروعه عبد الله السعيد، لو جامده كان مكانها هيبقى جول. انما الثلاثي الهجومي بقى لما بيشتغل عبد الله ومؤمن ورمضان الاهلي بيبقى شكل تاني بنفس القدرات كده، لما يكونوا الثلاثه 70-80% فايقين يفرقوا تماما ويبدا يتفرغ ايفونا للحته اللي من العمق، انما الاهلي مازال هو اصحاب الرغبه الهجوميه لغايه الدقيقه 7 عشان يوصلوا للعيبه اللي جوه الملعب ويزودوا الريتم الهجومي في الوقت المتبقي من الشوط الاول. حسام عاشور تاني، هيقدر ازاي بقى مارتينيول يفاجئنا الوقت اللي جاي سواء
بتبديلات تكتيكيه جوه الملعب او لعيبه الدكه يكون ليهم ادوار النهارده عمرو جمال وليد سليمان وعماد متعب ثلاث اوراق اللي تقدر تغير الواقع لو فضل الحال كده. عبد الله السعيد من بره 18 عبد الله السعيد يلعبها لصبر رحيل حلوه فكت المره دي يشيلها عالي على الايمن البعيد انما يتحرك بشكل مثالي ويطلع سيد سالم الى خارج الملعب. اتحرك كويس قوي سيد سالم في اللعبه اللي فاتت انما اول ما فك صبر رحيل في مشهد ما شفناهوش كتير النهارده للاطراف الدفاعيه وهي بتلعب كروسات عرضيه طلع سيد سالم من قبل ايفونا ويطلع لخارج الملعب. ضربه ركنيه عند احمد فتحي هيلعب فتح الركنيه بعيد عن زمايله مصطفى جلال هو اللي يتعامل ويطلع عمرو السوليه متاخر مغطي مكان حجازي وربيعه لغايه ما يرجعوا طويله اماميه يسندوها تاني لعمرو السوليه في العمق موجوده الى عبد الله السعيد يفتح الملعب حلوه لاحمد فتحي بيبص عشان يلعب عرضيه ما شالش من تحت لفوق ايفونا خدها تسديده انما تيجي في المدافعين والحكم قال كمل والعب بعد ما وقع سيد سالم وحب ايفونا كده بعد الضغط اللي عمله كويس قوي وغلط فيها سيد سالم. بص ايفونا قطر ايفونا القطر الاهلاوي الجديد موديل 2016 بص ايفونا بيعمل ايه يريح على اللعيب كده جابه لمس كتاف مش ممكن اللي فاتت. ادي بره الملعب الى ضربه ركنيه النادي الاهلي موجود الاهلي مسيطر الاهلي ناقص له جون عشان يترجم السيطره مع الدقيقه 42 تقريبا. احمد فتحي يلعبها جامده يشيل تاني بدماغه دودو الجباس جوه ال 18 خطيره 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 الحضري مش ممكن فوقتنا اللي فاتت دي حلوه 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 برافو يا عصام يا حضري الراجل وقف واستنى وتقل وحب يعملها بليسنج في المقص انما عصام الحضري في تاني اختبار حقيقي يتالق ويطلع اللعبه بتاعت هنشوف مؤمن زكريا يا ولد يا حضري وهارد لك في اللعبه اللي فاتت. ادي الكوره وبص مؤمن زكريا صور المكان عرضية خطيرة مش ممكن الهجمات خطيرة خطيرة اهلاوية لخارج الملعب. الاهلي ضاغط الاهلي موجود وادي دجلة بجيم دفاعي الشوط الاول هل هيقدروا يتحملوا الضغط ال 45 دقيقة الجديدة. ادي العرضية اللي فاتت اي حد يسند جون التلاتة في العمق الهجومي انما عبد الله سعيد حب يعملها جامدة حد من المدافعين يغلط او ايفونا بقى يقطع كده على الايمن قريب بضربة ركنية موجودة الاهلي مع بداية الشوط الثاني. عبد الله السعيد عرضية خطيرة حلوة مش ممكن اللي فاتت خطيرة خطيرة انما تترد لسه موجودة يطلع المرة دي العش ورامي ربيعة اللي كان هيعيد التسجيل في تاني لقاء على التوالي انما من على الايمن البعيد سيد سالم هو اللي يشيل ويتألق ويطلع في الهجمة اللي عملوها من الكرة الثابتة. يا ولد يا ربيعة مصطفى طلعت لا مصطفى طلعت حقك يا ابني هو اللي طلع الكرة بتاعت ربيعة اللي منشنها وحطها الراجل فين في مقتل يعني مش طالع وبيلعبها بدماغه وخلاص هارد لك لربيعة وبرافو طلعت في التألق في اللعبة الأخيرة. رمي التماس الأهلي بادئ هجومي نفس السيناريو الشوط الأول كان في سيطرة كتير إنما النهايات هي اللي كانت عاملة أزمة ومشكلة. حسام عاشور أحمد حجازي على جنب يمشيها سجل جونين ربيعة بقول لحضراتكم مع النادي الأهلي الموسم اللي احنا فيه امام الشرطه وهدف امام الحدود ثلاث اجوال لرامي ربيعه اللي طلع ولعب بدماغه عبد الله السعيد يحركها لرمضان اللي رجع للتشكيله الاساسيه بعد غياب النهارده في المنطقه الاماميه دودو الجباس قريب منه مش سايبه وبيقفل عليه تماما ربيعه وجاي معاه بيتحرك بعد ما رجع دودو الجباس. بص اول ما وادي دجله بيروح بهجمات هتلاقي بالكتير واحد ولا اتنين الجباس ومن وراه مالوده وباقي اللعيبه بتلتزم حتى لو الكوره في رجليهم فاقدين تماما الرغبه والعقيده الهجوميه النهارده وجاي كارتيرون عارف ان هو بيلاعب متصدر الدوري الفرقه الكبيره اصحاب التاريخ النادي الاهلي امام وادي دجله لو عملنا جدول للدور الثاني يجي ورا النادي الاهلي لو جمعنا بس من الاسبوع رقم 18 قلت لحضراتكم عملوا خمس انتصارات واربع تعادلات بدايه من المرحله رقم 18 بتكلم على دجله لعب ثاني عند ايفونا عبد الله السعيد من بره المنطقه عبد الله هيرقص وقتهم لجوه تسديده يا ولد خطيره حلوه فوقتنا يا عبد الله خطيره من عبد الله السعيد هو بدايه من وسط الملعب بيقفل محمد هلال وفي ظهره هنلاقي مصطفى طلعت على طول اهو جاي مصطفى طلعت زي ما قلت لحضراتكم بالتمام السيناريو اللي موجود
يلعب تاني مؤمن زكريا بعرض الملعب عند حجازي. تحضير خد وقت كبير. عاشور يقابل دودو الجباز، منقولة تاني من مؤمن لعاشور، يفتح اتجاه اللعب بشكل كويس قوي. رمضان يا ولد يا لعيب لعبد الله، خطيرة صبر رحيل على الارض، الحضري موجود، حلوة حلوة اللي فاتت، نقلة في منتهى الجمال، ثلاث تمريرات بجملة جماعية غايبة كتير في مواجهة اليوم. اول ما اشتغل قلت لحضراتكم في بداية الشوط الثاني الاطراف هي اللي تحل لك المشكلة، انما رمضان صبح الكرة جاياله عارف هيعمل ايه، يرد على طول عند شريف اكرامي، ما ظهرش النهاردة اكرامي، ترجمة واقعية للشكل الهجومي ليه لعيبة دجلة في المناطق الامامية. ايفونا ايفونا طلع الحضري يتألق كالعادة، هايل النهاردة الحضري، بسم الله ما شاء الله. بقول لحضراتكم ايه، 43 سنة الواحد بعد 40 سنة بيقع من على السلم، ما شاء الله الحضري. لعب الكرة تاني حسام عاشور، يلعب عبد الله السعيد، حلوة ملعوبة، رمضان رمضان، انما يضغط مصطفى جلال ويخلص المشكلة الدفاعية ويقع على الارض. حكم ادى رمي التماس على مصطفى جلال اللي كان عاوز منها فاول، ياخدوها ويلعبوها على طول تاني الى رمضان اللي بيحاول ان هو يجتهد في الوقت اللي فات، يزقها لعبد الله من لمسة واحدة. السولية حسام عاشور، دفاع بعشر لعيبة من وراهم الحضري بيتألق في 3-4 مرات النهاردة يحافظ لفرقته على التعادل. عاشور بسن الجزمة مع عبد الله السعيد، يلعبوها في الجبهة اليمين، احمد فتحي عرضية انما جامدة قوي جامدة قوي، كان مؤمن زكريا جاي في ضربة ركنية، ضربة ركنية رايح لها كالعادة ملودة، هو اللي هيلعب. ممكن فرقة تسيطر وفرقة هي اللي بتحاول وفرقة تيجي تضرب كرسي في الكلوب هي اللي تجيب الجون، هي الكرة كده، قلنا 90 دقيقة بيتوقف التاريخ قبل بداية المباراة. ملودة يعليها جوه ال 18 انما يطلع الدفاع تاني. رمضان صبحي مع زمايله يشيلوا ويتعاملوا، عمرو جمال بيدور على متعب، مشي بالكرة لنفسه ياخد منها فاول، يعطلوه كده بضربة حرة بفاول تكتيكي عشان يستنى لما زمايله يرجعوا سيد سالم ويوقف الهجمة المرتدة. حسام عاشور تاني من وسط ملعبه في المكان الفاضي قدامه السكة والمساحة، عمرو السولية على حدود المنطقة عند عمرو جمال، انما يطلع تاني الدفاع الى جونيور. حجازي يتدخل ياخدها ويطلع لقدام، احمد حجازي ماشي بيها قصيرة، يرجع تاني لعمرو السولية، عاشور بيتحرك له احمد فتحي وعامل اقتحام من الجبهة اليمين، وليد سليمان تمريرة مش مظبوطة يشيل الدفاع تاني. حسام عاشور لاحمد فتحي، بيبص فتحي عرضية انما احمد العش من قلب ال 18، صبر رحيل جامدة خطيرة من صبر رحيل، مش ممكن اللي فاتت، خطيرة من صبر رحيل مع الدقيقة 88 انما بره الملعب. بص شوف صبر رحيل استلم من زاوية ضيقة ويحطها يا دوبك كده بجوار القايم، وممكن تكون لبست القايم الخلفي اللي ماسك الشبكة، انما ضربة مرمى هيلحق ولا ايه؟ يلحق الكورة فتحي ويلعب عرضية في منتهى الخطورة، يطلع الحضري مموت نفسه، الحضري الحضري مموت نفسه، لسه موجودة الخطورة، أحمد فتحي يعلقها جوه المنطقة، مش ممكن الهجمات، خطيرة خطيرة ودفاع والحضري من وراهم، مش ممكن المباراة النهاردة تتلعب إلى كريم ممدوح. هي ما بتقفل بتقفل، ولما بتخدمك لو الكورة جت في ودن لعيب بتيجي جول. جونيور جونيور جونيور، الدراما في الكورة الدراما في الكورة، إكرامي الدراما في الكورة، جول جول جول، جونيور بيسجل جون، هي دي الدراما اللي بتكلم عليها، الدجلوية النهاردة، الأهلي اللي يهاجم ودجلة اللي يسجل مع الدقيقة والثواني الأخيرة من أحداث المباراة، راح الراجل وفتح وحال عمرو السولية بجون لجونيور في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع. باتريس كارترون اللي جاي المباراة يتعادل النهاردة ويفاجئنا جونيور بهدف بعد تمريرة ملودة اللي ضربوا بيها المناطق الدفاعية، ويعدي من رامي ربيع الراجل ويعمل مشوار من وسط الملعب بهدف لدجلة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع. ادي شريف اكرامي وتعدي الكورة، ولسه بتكلم على النهايات الدرامية. 1-0 لوادي دجلة،